مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، انطلق امبارح تحدي نجوم الجيل الذهبي بأربع فرق: فريق الكابتن الصقر أحمد حسن، أيضا كابتن محمد فضل، فريق كابتن حازم إمام، وكمان فريق كابتن حسام غالي. يمكن الأجواء كانت قوية جدا جدا جدا. احنا كنا موجودين يا شاذلي وتابعنا كان المدرجات عامله ازاي والناس كانت مبسوطه ازاي. احنا شخصيا كنا مبسوطين جدا، الناس كانت بتشجع وكل واحد كان بيحب لعيب من الموجودين، كان عمال يسلم عليه ويشجعه، ولما الكره مثلا بتجلي منه يقول له ليه كده يا كابتن مش عارف، فعارفه لسه الناس زي ما هي عندها حماس وكانت مبسوطه الحقيقه. طبعا المباراه امبارح بتاعت كابتن محمد فضل والصقر زي ما قلنا في البدايه انتهت المباراه 7-7 بالتعادل، وبعد كده راحوا ركلات الجزاء، لكن في النهايه فاز كابتن محمد فضل. واللي عجبني كمان انه كان رايق قوي، محمد فضل امبارح رايق ومبتسم وواخد الموضوع بهدوء قوي وهدوء اعصاب قوي، بس في النهايه فاز يعني. فهنروح دلوقتي نتابع لقاء مع كابتن محمد فضل عملته جمانه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. نرحب بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم تغطيتنا لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، نتكلم على تحدي النجوم وتحدي الجيل الذهبي. دلوقتي معانا واحد من أهم هؤلاء النجوم، محمد فضل. ازيك، نورنا جمانة. ازيك وصباح الخير، وان شاء الله كده يبقى يوم حلو جدا ان شاء الله. احكي لي بقى عن التحدي، او هقول لك على حاجه بقى كمان قبل ما نتكلم عن التحدي، كلمني عن ماتش الاهلي والزمالك. بصي طبعا ماتش حلو قوي، الواحد كان بصرف النظر عن الفنيات والنتيجه، طبعا مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره، لعيبه، الاهلي يستحق. امبارح كان هو كولر يمكن اما يبقى جايبه مدير فني كويس قوي، بيعرف ازاي يتحكم في اللعيبه، اللعيبه كلها دلوقتي منوره، ما فيش اي حد بيقول حد متعور روتيشن، لا. فالاداء الفني كويس قوي، الاهلي يستحق. الزمالك شوط تاني كان كويس، فمبروك للنادي الاهلي. واهم حاجه ان الماتش طلع من غير خناقات، من غير مشاكل، ودي حاجه كويسه جدا، وان شاء الله يا رب بالتوفيق للكره المصريه، انما الاهلي والزمالك والاسماعيلي كل دول يبقوا كويسين. هيفرق معانا في كاس العالم ان القرعه برده في نفس اليوم، وبالتالي المجموعه بتاعتنا سهله، فهو احنا هدفنا في الاخر كاس عالم ان شاء الله 26. اصعب منتخب بالنسبه لنا بوركينا فاسو. بصي في الكوره مفيش حاجه اسمها كده خالص، يعني طبعا هو نظريا هتبصي هتقولي بوركينا فاسو، لكن لا الكوره مفيهاش كده. وعجبني فروي فيتوري ان هو بيحترم اي منتخب، اللعيبه عندها شخصيه، ما عندنا من واحد من احسن لعيبه في العالم صلاح، فان شاء الله يا رب 2026 امريكا باذن الله، ومصر بقى يعني مش نوصل بس، يبقى البرفورمنس بتاعنا والاداء بتاعنا كويس قوي ان شاء الله. اشكرك كمان على النقطه دي تحديدا، ان احنا احيانا لما بنستسهل اي ان كان منتخب او فريق قدامنا بتحصل عندنا مشكله، فطبعا انا بحييك على النقطه دي. وبما احنا كنا بنتكلم على الاهلي والزمالك، فطبعا هارد لك كمان لنادي الزمالك، بس خليني اسالك عن امام. طبعا ده اكيد، ما احنا باركنا الاهلي بس هارد لك للزمالك برضه. طيب قول لي بقى ايه رايك في صفقه امام عاشور؟ بصي هو الاول هو كلاعب لعيب كويس قوي، يعني امام لعيب كويس قوي، صغير، يمكن حاجه قلتها قبل كده زمان لما كنت في الاهلي في الفتره اللي كنت موجود فيها كمدير للتعاقدات، كنا عايزين نتعاقد معاه، وكنا اوريدي اخذنا خطوات كتيره جدا، وكان وقع. فهو لعيب كويس ناحيه فنيه، ما حدش يقدر يتكلم. الاهلي ادرى بالظروف، انا كان نفسي مش موضوع امام عاشور، اي لعيب يطلع بره ببقى نفسي ان هو يكمل بره، مش موضوع ان هو يرجع الاهلي، هو يرجع الاهلي هيفيد الاهلي جدا، هيستفاد من الاهلي كتير جدا 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 في كاريره. بس انا عموما الفكره بتاعت ان انا دايما حد يطلع بره جمانة، نفسي يبقى في 100 محمد صلاح مش واحد بس. لكن طبعا صفقه قويه، ومش هيعوض حمدي فتحي، خلي بالك مختلف، واللي في الاهلي مفيش حد بيعوض حد، ولو كل الفرقه مشيت وجي 11 تانيين الاهلي ياخد بطولات برضو، ان في سيستم موجود. لكن هو لعيب مميز، والاهلي اضرب بقراراته طبعا وبالتوفيق، وهو لسه قدامه تحدي كبير قوي قوي يعني. طيب ايه رايك في تاهل كمان المنتخب الاولمبي تحت سن 23 سنه؟ ميكالي مدرب كويس، يمكن في الاول انا ما كنتش شايف ان هو كويس قوي بصراحه يعني، ولكن هو عمل سيستم، موضوع الضغط العالي، موضوع ان هو معاه جهاز كمان وائل رياض، فكره ان وائل رياض يكون موجود وبقاله سنين عنده خبرات في السن ده كمان، دي حاجه مهمه قوي. اتمنى ان وائل وشوقي وسيد معوض وشريف عبد الفضيل واينو وامير عزمي كل الناس
اللي هو جيلنا او اصغر يبقوا مديرين فنيين، بس بالعلم طبعا، ما فيش حد يبقى بالاسم بس، لازم يتعلم وياخد رخص ويبقى كيبل ان هو يملى المكان ده. فاللي احنا شفناه حاجه كويسه قوي. انا كنت متوقع طبعا ان احنا مش هناخد البطوله عشان المغرب. الماتش فنيا احنا كنا كويسين جدا لولا الطرد، لكن اوفرول خلاص اولمبياد باريس ان شاء الله يبقوا دولة نوال للمنتخب لوصل كاس عالم باذن الله. طيب واحنا بنتكلم هنا وبنقيم هذا الحوار في مدينة العالمين الجديدة وتحديدا من فندق ريجل هايتس، شايف الاجواء ازاي؟ فكرة تنظيم مهرجان خلينا نقول ميجا فيستيفال، في فعاليات كتير جدا ان كانت رياضية ثقافية فنية، وكمان فكرة تواجدكم انتوا جيل ليه مكانة خاصة عندنا، يعني ان كان جيلي الاصغر الاكبر طبعا مع احترامنا لنجوم الجيل الحالي، بس انتوا ليكم مكانة كده خاصة عندنا. فكرة ان انتوا تتجمعوا هنا وتلعبوا ضد بعض دي بالنسبة لنا حاجة نوستالجيا وحاجة حلوة ان احنا حابين نشوفها. فكرة المهرجان بالنسبة لك شفتها ازاي، او اول ما سمعت انه هيتم اقامة مهرجان في مدينة العالمين الجديدة وهتبقى دي الفعاليات شفتها ازاي؟ بصي الاول البداية يعني البرس كونفرنس، الامبيونس نفسه، او انت تلاقي البحر وراكي، الناس كانت قاعده ازاي، السيت اب انا بركز في تفاصيل شويه، كان حلو قوي. فكره ان المهرجان نفسه ان انت عاوزه تعملي ماركتنج للمكان، السلوجن بتاع العالم عالمين عجبني جدا، وقصه العالمين وزمان، وان كل الحته دي كانت الغام ثم تحولت زي ما انت شايفه تاورز واماكن حلوه قوي وريستورانتس ومطاعم وحاجات. الفكره بتاعت المهرجان الانترتينمنتس اللي هيتعمل، واحنا تواجدنا كجزء صغير من الناس اللي بتحب الكوره او الرياضه بشكل عام، كل ده عجبني قوي. بس هو انت الفكره ايه؟ هي مصر طبعا. خلينا نمسك البلد دي، البلد دي فيها احلى بحر، فيها أطيب شعب، فيها أكتر آثار. إحنا بنروح ساعات تروحي اللوفر في فرنسا عشان تبصي على الآثار بتاعت مصر، فعندك أحلى بحر. لو مسكتي الخريطة بتاعت مصر بشكل عشوائي وحطيتي صباعك كده هتلاقي الواحات، هتلاقي أسوان، هتلاقي الأقصر، هتلاقي الفيوم، هتلاقي سوهاج، هتلاقي اسكندرية، مفيش حتة مش حلوة، يعني كلها حلوة قوي. بس إحنا المفروض إن إحنا عاوزين نفتح الباب. مصر دلوقتي بتفتح الباب قوي، في دول فتحت الباب، معناها مش نفس القوة والقدرة وكل حاجة بتاعت مصر، زي قطر في كأس العالم شفناها، ودول أشقائنا كنا مبسوطين جدا بالتنظيم. لكن لا، احنا بنملك كل حاجة، احنا محتاجين بس ان احنا نحب البلد قوي، ان احنا نشتغل للبلد جدا، وان الدنيا دي هو ربنا خلقها على طول في تحديات وصعوبات، فانت تشتغلي وتتعبي وتعملي وان شاء الله يا رب هي قد الدنيا وهتفضل طول عمرها قد الدنيا. طيب كابتن محمد، كمان انت كنت عضو من اعضاء اللجنه الخماسيه لتنظيم كاس امم افريقيا 2019، وده كان بالنسبه لنا من اكتر التنظيمات اللي احنا لسه علاقه في اذهاننا لحد النهارده، ولسه فاكرينها لحد النهارده وبنضرب بيها المثل لحد النهارده. حتى حفل الافتتاح يمكن كان في الاهرامات، لسه الناس فاكراه لحد النهارده، يعني بالنسبه لنا بنحطه خلينا نقول زي معادل او بنحطه كده كمعادل نقارن بيه. وبما ان انت عندك رؤيه في النقطه دي تحديدا والتنظيم، وكان ليك كمان رؤيه فكره حتى الفان اي دي وقت كمان نفس التوقيت تقريبا، شايف رؤيتك كده ايه اللي احنا محتاجينه اكتر في العالمين الجديده؟ ايه اللي ممكن يكون موجود عشان نقدر ندعم السياحه بشكل اكبر؟ ايه الماركتنج بلان اللي احنا محتاجين نشتغل عليها؟ بصي انت قلتي كلام كله حلو قوي، الرؤيه هو الفيجن دي اهم حاجه، وبتهيألي ان احنا خلاص دلوقتي كل حاجه بتتنفذ. الحاجه اللي انا هزودها طبعا كاس امم افريقيا للكبار، كاس امم افريقيا تحت 23 سنه، كل التنظيم، انت كل مؤسسات الدوله بتتحرك، مش محمد فضل، ومحمد فضل جزء صغير جدا، يمكن اللي كان موجود في الاول او هو اللي اخذ السوكسي يمكن، لكن احنا بنتكلم ان كان في ناس صغيرين جدا متطوعين 3000 واحد. مؤسسات الدولة رهيبة، احنا بلد قوية جدا جدا، فكرة تذكرتي، الفان اي دي، الاوبننج سيرموني، الكلوزنج، كل الناس اشتغلت، فكرة استقبال الضيوف، اللوجيستكس، كل حاجة الدولة كانت بتشتغل. فعشان كده احنا جامدين جدا والحمد لله فعلا كويسين كتنظيم. احنا محتاجين ايه؟ انا هقولك رأيي بجد، هو ربنا سبحانه وتعالى قالها يعني اول ما اتخلقنا، اول حاجة اقرأ، نزلت اقرأ دي يعني تعلم، يعني ابتدي يبقى تقدر تجيب نوليدج اكتر، تتخلي ولاد صغارين يتعلموا ويبقوا موجودين، وده بيحصل في مصر. احنا بقى لنا يمكن بنتكلم في 5-6 سنين بتلاقي ولاد بروميسنج جدا صغيرين على راس اي منظومه او مؤسسه.
فانت محتاجه طاقه، محتاجه خبرات من ناس سبقوكي وعندهم خبرات كتيره جدا عشان البلد دي تبقى فعلا حلوه. كل ده بيحصل دلوقتي، وانا عشان كده انا مبسوط جدا. واحنا قاعدين يعني بجد، بصي لو الكاميرا تيجي على البحر، في بحر كده في العالم، يعني انت لو دخلتي حاجه خطيره، وبتهيالي ان في ناس مصريين ما شافوش المنظر ده. فانت محتاجه ان زي ما قلت تفتحي الباب، تخلي كل المقومات البشريه اللي عندك تحب البلد، ده باشن البلد دي تبقى رقم واحد، وان شاء الله تبقى رقم واحد. وهي الكلمه اللي انت قلتيها، ودي اهم حاجه، اهم كلمه، الرؤيه. فبتهيالي احنا رايحين في ناحيه 2030، وان شاء الله مصر هتبقى احلى، ان هي احلى بلد العالم. احنا الانسان عاده بيألف اللي عنده، ان احنا مش حتى واحنا بنتكلم حاجه بسيطه ممكن محدش يتفهمها او يقدرها قوي، حتى الساند بيتش، ان يكون عندك شاطئ رملي في بلاد كتير جدا ما عندهمش اصلا ده. في فعلا ساحل بس ما فيش. بصي انا رحت كرواتيا من حوالي 4 سنين 5 سنين، فلقيتهم قاعدين على طول بيعملوا هايلايتس على الساند بيتش، فانا مش فاهم ليه. ما هو يعني احنا عندنا كتير جدا، فعلا ما كنتش فاهم. فانت فكره ان اللي بقى عندك رمل بالشكل ده، البحر يبقى كده في شرم الشيخ، في الغردقه، في الساحل، في كل حته، عين السخنه، الاقصر واسوان، المناظر. بصي انت احنا عندنا كل حاجه، هتيجي حاجه واحده مش موجوده ولا اي حاجه. فالحاجه بس ان احنا نحب البلد قوي بجد قوي، الناس الصغيره تاخد فرصها، وكل واحد يتحط في مكان يعمل اقصى حاجه عنده، يعمل الاسباب، عشان هتلاقي البلد دي بجد كلنا واحنا بنحبها وبنتعب هتبقى في مكان تاني، نقدر قيمتها طبعا بكل تاكيد. طيب قولي هتلعب معاه مع فريق مين في تحدي جو الجيل الذهبي؟ بصي انت دخلتي اهلي وزمالك، امام عاشور، وبعد كده يعني طبعا في فرق جامده، يعني حسام غالي فرقته جامده قوي، هو انا قصدي كابتن حسن شحاته بس، ويعني هو ومعاه طبعا جده وسيد معوض، وليد سليمان، امير توفيق، عماد متعب. هم حسك انت بتلعب فين؟ في اي فرقه؟ انا فرقتي انا وخالد بيبو وشيف عبد الفضيل، عادل مصطفى، امير عبد الحميد، شيتوس، وجايبين كذا حد كده من ولاد. حسك متخوف من فرقه حسام غالي؟ ما مش هلاعبها الاول، اصل هم فت، هم كل يوم بيلعبوا بادل وكوره، فهم فت. احنا زي ما انت شايفه لسه الحمد لله محافظين، بس لا مش زيهم طبعا. انا حاسه ان ده تمويه. لا والله لا لا، احنا هنلاعب فرقه احمد حسن، هو مركز قوي، جايب لعيبه لسه بتلعب في الدوري، فهو عامل حسابه بقى. عامل حسابه بس ان شاء الله هندوس عليه جامد، ونلعب الفاينل بقى مع حسام، ان هو حسام هيلعب فرقه حازم امام. فرقه حازم وجمال حمزه وابو العيله طبعا فرقه قويه، بس احنا متفقين ان احنا يعني هنعمل اقصى حاجه عندنا، وان احنا اصحاب اصحاب جدا. بس هم فرقه حسام بس نفسيات شويه وعايزين يكسبوا، فلا بصي اهم حاجه الناس تبسط، اهم حاجه الناس دي شاركت، اللعيبه اللي هتبقى موجوده، احنا لعيبه كتير، احنا حوالي 4 يعني يمكن 20 24 لعيب، الناس دي شاركت في بطولات محليه وحاجات مع المنتخب. بتهيألي اي حد هيجي هيتبسط، ان الكوره دلوقتي في لعيبه كويسه طبعا جدا، ولكن الفنيات قلت شويه، فهم يجوا بقى النهارده عشان يشوفوا فنيات اقل من اللي هم بيشوفوها. يجوا يشوفوا الروح، يجي يشوف الروح اللي موجوده بينكم. وبعدين سمعت حاجه برضو كده، سمعت ان انت بتحب تلعب بادل، وسمعت ان دايما في مناوشات بينك وبين كابتن سيد معوض، في مناوشات بينك وبين برضو كابتن حسام غالي في الكوره بقى، وبيقولوا لك دايما اشتغل على نفسك وحاجات كده، ايه الموضوع ده؟ بصي الاول حسام رحت لعبت، انا بقالي مثلا انا بطلت 2017، ف ما بطلت خلاص يعني بقى شغل بقى كتير جدا، فانت بتلعبي رياضه قليل قوي، فبروح العب معاهم. هم حسام بيلعب كانه لسه بيلعب لغايه دلوقتي، فهو بنقفل وزون وخماسي، الكلام ده مش موجود. انا رحت حسام طبعا اللعيبه كلها بتخاف منه، طبعا اخويا فايه اللي انا، فانا ببقى واقف قدام بجيب اجوان بس، وافضل قاعد وهم بيعملوا مجهود ويتبهدلوا، لدرجه ان هو اخر مره ساب لي الملعب ومشي، ودي حاجه ما بتحصلش، هو دايما بيطرد الناس. فهو ساب لك الملعب؟ ساب لي الملعب وطلع وخلاص، وشني من على الجروب بتاع الواتساب كمان اصلا. فده حسام. سيد معوض بيلعب بادل كويس قوي، محافظ على نفسه، بس هو مسك المضرب من سنه، فعشان كده انا بقعد بيبقى في مناوشات بيني وبينه شويه بس. واحمد حسن برضو نفس الكلام، وانا عامل مشاكل كتير مع كل انا حاسه يعني بس انا حاسه. طب يعني احنا دلوقتي بندعو كابتن حسام غالي يرجعك على جروب الواتساب؟ طيب لا مش عاوز، مش عايز، هعمل انا جروب تاني يبقى موازي. بس لا لا لا، هو جري كتير جدا يا جمانه، كل يوم لازم يتمرن ما شاء الله، يعني كله لازم يتمرن جيم الصبح، بادل بعد الظهر. قلت له يا عم انا وانا بلعب اصلا ما كنتش بعمل كده، يعني طبعا نفسي ارجع وابتدي اعمل كده، بس
الموضوع بقى صعب شويه، حسام مركز قوي، عشان كده بقول لك هو مركز ومركز في فرقته وغدا ومعاد اكل وتجمع، ويعني واخدها قوي يعني. طيب يعني احنا هنتفرج وهنشوف شكل التشالنج بينكم هيبقى عامل ازاي. واخيرا انا سعيده جدا ان انا قابلتك النهارده وان احنا عملنا يمكن الحوار ده الحقيقه، وسعيده برؤيتك بالمهرجان وفكره انه يكون في دعم من قبل نجوم احنا هم عزاز على قلبنا جدا ولينا معاهم ذكريات حلوه، والناس بتجمعها حواليهم، وتحدي بينكم وبين بعض دي حقيقه كبيره عندنا ومهمه جدا بالنسبه لنا. سعيده جدا باللقاء معاكي يا كابتن. شرف ليا، وانا اللي مبسوط جدا ان انا معاكي النهارده، ومبسوط ان انت عملتي انترفيوز مع لعيبه كتير، بتالي المسج ان بلدنا حلوه قوي قوي، ومحتاجين ان احنا نحبها علشان الناس تصدقنا، ومحتاجين ان احنا نوري للناس البلد دي في كل حاجه في كل المناطق. فده بتالي ده الفيرست اديشن ان احنا نكون متواجدين فيه كلاعب الكوره. ان شاء الله باذن الله الايفنت يبقى قوي جدا، بقول للناس تعالوا هتبسطوا جدا، وهتبقوا فخورين ان انتوا عندكم حاجه في مصر حلوه قوي، وهي فعلا ان شاء الله تبقى قد الدنيا.